برشا كادوات تستنى في الفائز بلقب شاف المشاهير الموسم الاول. ونبداو ايديال مابل لادغيس بتاع الموبيله المزيانه تودك باحسن وافخر بيوت النوم. التصنيف عليك والكوجينا انكاستري بيرسوناليزي مودرن اي سورتو براتيك على فوريفر كويزين. البنين ما يهدي كل البنين، هذاك علاش لاسوس بونا تربحك ان فواياج او ان كولور اي ان سافور لزوز من الناس الاسباني. وهذه البدايه ومازال مازال. يا جماعه يظهر لي توا وقت الجد، وقت الديسير، الديسير هو البلا اللي باش يحكم شكون فيكم اللي باش يكون معنا شايف المشاهير لليله. وباش يترشح معنا للدور الثاني زاد. بيان سور. الو قدامكم توا كالعاده لي بوكس بتاعكم. مين نذكركم راهو فما واحد برك باش يترشح شيخ وتيتر شايف المشاهير الليله عايز. ويترشح معانا عايز. ويترشح معانا للدور الثاني الرباعي ده. لن انسى ذلك، لن انسى ذلك. هيا يا جماعه هزوا لي بوكس نتاعكم. يا جماعه لي بوكس قدامكم توا باش تحضروا الديسير ونعرفوا توا شكون يا سوا نغزو لك مرهيب شكون باش يترشح للدور الثاني. الدور الثاني اللي حبي يجي راهو سيزان. واش تربح شنو هو زاد؟ ابونمون في ستاد سبور. هذا الظاهره مروحه لي انا اضعف واحد فيهم. وحاجه اخرى شو عنده زاد؟ هو الدن ما يسحقهاش. استنى عاد اللي يربح اللي يربح عنده زاد ويكان من عند تونيزي بوكين عنده في اوتيل 5 ايطوال. وقايد كونجي كي تدخل وتريزرفي من توا على tunisibooking.com العائلة الكل تتفرهد. دي زوفر اكسكلوزيف يوصلوا حتى ل 50%. ملا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجونس وتفرهد. ملا من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجونس وتفرهد. أي تحلوا تحلوا صندوق صابر تفتحوا الصناديق. نعاود نذكركم يا جماعة راهو لي زانغريديون الموجودين في لي بوكس لازم تستعملوهم، سينو عندكم لي زيتاجير تنجموا تاخذوا منهم اللي تحبوا. خير اللهم اجعله خير. جاو في التيران تاعي أصلا. أول ما حليت البوكس فرحت خاطر الكريب في التيران تاعي. ما معناها ما وأنا عينيا مغمضة نعملها الكريب ما فيها شيء. بليز انغريديون دوما بالمكونات هذه. اون با فير ان بون كريب. اون بون كريب. باه كريب كما قلت. اكثر ديسير ما نحبش نعمل هو الكريب. وربي يستر. كريب كومون فو. كيما تحب. كونفيتور. كونفيتور. يوغورت. كيس كيلو. كيما تحبوا. هاكا عطاكم الحريه يا هولي شايف. عارفين قداش عندهم وقت؟ 15 حاضرين 15 دقيقة. ان شاء الله. 15 دقيقة يا صابر. سي بون. نعطيو دي كونت. عندك هذا دي كونت. خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد علي جو 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 توب كرونو. ما تنساوش عندك لي زيتاجير وزاد عندك حاجة أخرى الفريجيدير اللي يحب راهو مع برشا حاجات الفريجيدير. يا ربي راني قعدت امرأة وحدي. يا ربي خليها تخلط على صحباتها. قعدت المرأة الوحيدة في البلاتو خليونا بعد ما خليونا رانيا ورابعة قعدت وحدي وعرفتك اللي زاد ركبني ستريس وليت نقول ليه انا نحس في الراية متاع المرأة التونسية متاع البنات اللي كانوا معايا. انا ام جود ام جود يور جود يس يس اولويز. هذه فرينة لا هذه فرينة وهذه سكر. هاي سكر. ما عرفتش الفرق بين السكر والفارين على خاطر دوب محليت انا عامل لومبر عليهم فظهروا لي كيف قلت له شنو هذا طلعش هذيك الدوزاج. اسمعني العبره بالخواتيم ما هذا كله دي طيب. التاريخ لا يذكر غلط بين السكر وفي الفارينه. الكريب لا صبر كريب. تحب في لعيتك ابار استعمل حليب ناتيلي شو استعمل؟ استعمل زاد ياغورت ناتيلي الحقيقه هذه فكره مزيانه منك انا ومش غريبه منك تعرف علاش؟ على خاطر اللي ما يعرفش حبيب زكانك راه حبيب زكانك راهو مخ مخ مش كيف في الكريب مستعمل لي ياغورت ناتيلي ليه؟ راهو هيت ميكر عبيد يسمعوا بتدخل بحبيب زكانك ما عمرهم ما يشافوا شخص كيك ولا ما يعرفوش الشخص ما يعرفوش الوجه بعد 15 سنين ما يعرفوش
حبيب الزقانك نحب نقول لكم راهو اكثر من 2 مليار دويت فيو 2 مليار دو فيو على اليوتيوب كيك وليه سنغال صلحني ابري 2 مليار دويت معناتها قد الكره الارضيه وقد الكره الارضيه 8 مليار دويت اللي بعاد برشا به اربع كره ارضيه به حبيب الزقانك كيقول حبيب الزقانك شو نقولوا هنا اعطيني افهمني خلي العباد يعرفوا شكون يا ليلي محبوبي بشوي شوي يا ليلي عطيني سنة يا ليلي وحدة شكون يعرفش يا ليلي تعبلت بلتي حمود انت عملت انا كومبوزيت هو الكومبوزير افهموا مليح ما تنساش الكلام بتاعك عندك شدة وتزول شدة وتزول هي كمل افهمني كومبوزيسيون اعطيني حاجة اخرى تسمع يا هيفا برنا وخمم فيك كوليكسيون كازو كوليكسيون كازو كلها الاخرانيين كل سنين كل السيد هذا راهو هو صانع النجوم بعد 15 سنة عرفنا وجهه عرفنا سي الحبيب هو سي الحبيب اسمعني هزو يحكي انتو ايه البارك شي لاب شي كونسنتري في الكلام خير لازم نقولها صابر سيزار يستعمل فيها غرفة شوكولا من عندنا تيلي نقولوها يا ولدي خل نقولوها عليه نطبي على حبيب ما هذاك هو قاعدني التفاح نحب نفهم اللي غرفة تيلي شو استعمل شوكولا كلنا من عينيه ما يضر لحد اسمعهم بها فازا تابع عليك حسين نجم سقول لك الخطة اللي عملتها هي اللي يغرت الشوكولاتة خاطر عندي المعلومة ونعرفها من قبل ونعملها ساعات ان اللي يغرت الشوكولاتة هذيك كي تسخنها تعطي جو معناها يولي فيها جو اخر وهو جاي بحذائي يعيط يعني يا غرطة عليه تقول عليه هو فما فريجيدير لسه كل تعرف فما في الفريجيدير فهو حسيته عنده ادخالته يحبوا يجيبوا البرنامج مش عارف خاطر هذايا سر مهنه ترين عليه ومعناها ليه والنجم تسمع الخطه فانا تراسيلي معناها كل فامبير نولي بعد نعضك ما نعرفش معناها فهمني بعدني وعندي وقت تضيع لي فيهم حرشينك وانا نعرف تريسيت في الابروف هذي الغسيت بتاع الكريب نحط من مخي كومبليتمون ما عادش نعرف اسكو نحط فيها زبده ما نحطش زبده قعدت حسير المعصر في مخي نهج نخدم نهج ما نحب وقت تاكسي من غادي صابر متاعنا ما يقلقش حد يا مستريس هم انا دور سي بون مالك امالك ما تخوفنيش يا نزار جو دوموند باردون ابيوتا بنتي ابيوتا بنتك الحقيقه خاطر هي تحب الكريب سي جو رات اجوردي مي كريب انا باش تعملها انت تو دي شنو باش تعملها الكريب باش تعملها بالمعجون نتاع البيضه شنو هذاك بربي شوفني شوفني صابر في قد يعمل شوف لي صافي قد يعمل تفهم لحظه اجي معي في المعصر ليه باش تخسرني يا مان جيبها معك جيبها معك يضيع لك الوقت يا هيفا جيبها معك يا هيفا انا محرف جيبها معك كملها لهنا خويا يعطينا بلاصه معك هنا ليه وا 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 هيفا باش تعمل هنا لا 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 عليه لا 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 قررنا لهنا باش تجيب شنو الحكايه دوك شنو الحكايه دوك شوف شنو جيب لك ابيض خليني لا خليني كيما جو فو با غاتي توا هو عندك بلاصه اخرى عندك عين اخرى خليل الحمد ما عندك حتى شيء برص ما عندك حتى يا هيفا كبر قلبك كبر قلبك في الدنيا هذه راه حتى شيء ينجم ينجم تكون برونت يا حبيب نعم يا حبيب ايش تعمل يا حبيب؟ ما نغسل نغسل ايش تغسل يا حبيب؟ نغسل في يديك تغسل يديك ايش تعمل يا حبيب؟ نغسل في يديك تغسل في يديك ايش بك ما جيتش طول غادي علاش كيف؟ علاش البوزيسيون ديال الحمام عملتها الفراشة شنو الفراشة قد في الخير صحيح فهمتي سبق الخير وخلق عليه هذاك هو انت هذاك شو عملت؟ الكريب تاعك ايش نوع كريب؟ هذيك كريب؟ لا اله الا الله دي فيه هو جرب الكوجينة انا ما نعرفش من بعد كيفاش لا اله الا الله يا هيفا تراها كريب هذيا؟ ايش قول لي معاش تراها كريب صراحة تحس هاي يا صابر
كريسبر هي ملاوي يا قرنقة شو ترى هذه؟ الحقيقة أومليت هذا كله سنة قرنقة شايفها كريب يا أخوي صاحبي ما يسيبنيش قرنقة قال كريب صاحبي ما يسيبنيش انت تفهم علاش قلت كريب بيناتنا تراك لا شوف اش قاعد نعمل ايه عاد قلت لهنا مصالح بيناتنا غنيه هذاك علاش بيبيع صاحبي وقال لك صاحبي سي بون فهم العقلك جدك انت توا نزار لما بنغيب بنغيبش صلي على النبي صلي على النبي راني نتغشش والله رابعه ورانيا خليو بلاصتهم اللي بش معامل عليك راني هذوكم شو عاملينهم توا؟ باش نعمل كيما بتي كاتو شوفوا لي هايفة شنو عملت لنا؟ شنو هي هذه هايفة؟ باش نعمل بتي كاتو وفيت هكا سوبر كوزي قلبك قاسي قلبك قاسي واحسن حاجة تعرف شنو هي؟ اللي معون كراتيك والجو مواتي الجو انت كلك جو والله اي وريني انت الضربي وريني تحب تغري بيا خاطر تحب نعرف الجو هذايا اوكي وين نحب هكا فازه نتاع نحب حاجه بخو وي ويوا هيا هيا جيت والله كريم من زيته والله الشيف ما يا صيح ظهرت لي دقيقه بروحك حط طبعا دارتي والله برشا خليني نشوف الشيف زدت لنا دقيقه غدا 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 من عندنا غدا هذيك تعرف فكر لي دقيقه جوج زرفان خلينا نحطها على النار انا عجبتني الفازه نتاعك نتاع نتيلي ليه ما عجبك انا موري منظمه راني في الموري والله برافو برافو بور لي كليب سي بون برافو والله حويجه مزيانه برافو يا جماعه اقل فينيسيونيت لا فينيسيونيت امبورتانت ركز معايا ركز معايا صابر 50 ثانية بابا الغالي خليني نعم نطلع على قرنقص قرنقص ماهوش يحكي معانا يا زهري مركز 50 ثانية يا قرنقص كريب ولا شنية هدية معصم كريب نتاعنا الفاميليا نعاونو يعاوني نسحقو في حاجة يسحقني في حاجة بيان سو حاجة بلاصة كل واحد يضرب على دربه 30 سكوند 30 ثانية نزار خويا الحبيب ما بيتهم تراك ترجع لبلاصتك اخويا تغش فيه ليه والله لا تكلم لا يا اخويا بزيد عمل لها ضربه هكا وحدك وبري وريني ما تنساوش غدا ذكرهم البلون ترافاي لازم يكون نظيف ما نوعدكمش بالحكايه البلون ترافاي يا صبر اي اي البلون ترافاي لازم يكون نظيف يا حبيب سي بون نظيف غدا 20 سكوند ذكرهم 20 سكوند كما تعرفوا الجو هذيا تعتمد سورتو على الوقت وهوني راهو الوقت من ذهب من ذهب وين تقطع هو قطعك 8 7 6 5 4 3 2 1 وينتهي التوقيت ستوب سي بون سي بون هيفا في الوقت يا جماعه به وفي الوقت ما يقبل هيفا عجبك البلون ترافاي اللي فهمتوا عليه؟ اي على الاخر شو قالكوا في الكوزينه؟ هذه من اهداء فور ايفر كويزين فور ايفر كويزين راهي تهدي كويزين اونكاستري بيرسوناليزي للفائز لقب شيف المشاهير راهو نحكيو على الدور الثاني الحلقه 14 الفائز بلقب شيف المشاهير عنده كوزينه ما تشبه لحد معناتها مش كما كوزينتك كما كوزين جارك راه الله يرحم والدي يحب على كوزينه يا خدم على عرس نتاع عبدي شوف ربك سبحانه أي؟ تخمم تو في الكوزينه ربي بعثني هوني يرحم والديكم يظن باش تربح انت شيف العرب انا معروف في برج العرب علاش انت باش تولي شيف العرب؟ باش ناخذ الكوزينه الكوزينه شنو هي؟ جاوبني على السؤال هذا اونكاستري لا اسمها اعطيني اسمها اونكاستري كهو هي اونكاستري بيرسوناليزي مودير ما تلقى كنا عندك انت راه فور ايفر كوزين برافو افحم لهنا سي بون هيا نزار يدهو لي توا وقيت نتاع ديجستاسيون خليو لي ساغ نتاعنا يطلعوا بحذا رمزي عبد الجواد الفوق في الويتينغ روم وقت لي شيف شو وريونا ديجستاسيون جعان جعان يا جماعه من هنا فصايدا هاي سيدي الغالي شبيكم
اه نرى فيكم شنو ذاك الطيب فيه وين علاش شبيك شبيك صابر بالنغر يا قرنقص وين حبيب زقانك شنو برجوليه صاحبي نرى فيك كيفاش هكا تبرقش والدنيا وتزين حبيبه ديك شنية كريب ولا اومليت سي سي ان تري جولي بريزنتاسيون اكل شي منظر يعني ما كنت لو قوم انت تعرف نزار اللي عجبني توا اللي هو ديسير نورمالمون كله كريب اما توا الستار نتاعنا حاضرين كل واحد بلا هكا على روحه هذاك اللي انت قلت لهم ابتكار الابتكار كرياتيفيتي الوغ البنا توا سامح سامح سامحش ولا تقوى سامحش شيف به شيف حروز قال لك به عشرة الحاكم عندها ولا عنده ليش تعدي له بلاستين تفتر بعض بيخ بالبنة شيف مشخش خذ يسمع شو هذي نورمالمون يوغورت 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 ناتيليا عرفت الو ينجح هذه بريزونطاسيون باهيه زيد الصوص حتى لا تاع يوغورت ناتيليا بخلطه بين الشوكولاته والفاني عطات جو اخرى مزينه برشا هي برشا وي خير من البلا الاولاني انت عداوي الثالث ونعرفوه ثلاثة شكون انت من الكريب هذيك لا لا سكازغي انت غشيت معهم لا 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 استنى استنى اعطيونا الدريساج بريزونطاسيون كيفاش دريساج موجود ولا سي تري جولي سي فاسيل سي سامبل برشا ولا ولا ترى ذوق بنينة ولا شكرا بنينة ان شاء الله تعرف علاش هذيك بنينة خاطر معموله باش معجون عبيدة عاتها هذيك معجون عبيدة هو اللي منع الطرح نصور يعاود يكبر عجبتهم الشوكولاته كونفيتور اي اي الميكس بين الشوكولاته وكونفيتور عطى ريال جو بنينه برشا ياسر مين اخر بلا عندكم يا جماعه نزار كلهم نجموا يعملوا حاجه مزيانه كريب اما كل واحد عملها بالفاسون نتاعو ريميكسي المفيد انا راني كنت خايفه من الستار نتاعنا كمان الستار مش مستهزين بالكوجينا اما عملوا لنا كريب صعيبه راهي الكريب ما هي سهله ماني كلهم بنين الو ما ريالمون اي با لو غو دو لا دو لا كريب شي برشا كونفيتور voilà la crêpe c'est tout seul on n'est pas bien assaisonné on les crêpes normalement c'est un peu sucré fait que pas sans goût c'est dit qu'on n'est pas de goût ah t'as le problème le pâte sans goût يعطيك مصحة توا شايف خلينا يظهر لي توا وقيت باش نستقبلوا لي ستار نتاعنا يرجع بعدين لي ستار نتاعنا احنا باش نعرفوا توا البلاتو باش نعرفوا شكون اللي باش يربح معانا دونك مش يخسروا فيكم ثلاثه ويربح واحد برك يتعدى للمرحله المواليه معانا دونك توا نهبطوا البلاتو ونشوفوا شكون اللي باش يربح معانا في الحلقه نتاع الليل يلا يلا حبيبي لازمك تمشي معاهم يا نابزني يا بابا يلا تخيل حبيبي زقان يربح حتى في القافية مش حلو بديش في الوذن في الوذن شيف سيزار شو محلية ربي معك قرنقص هيفا حبيب سيزار شكون فيهم باش يتعدى للدور الثاني ويكون شيف المشاهير لحلقة الليلة